مشاهدين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الاثنين 14 من شهر نوفمبر تشرين الثاني 2022، أيام العمل في هذا السوق، سوق محافظة ديالى. أيام العمل فيه هي الاثنين والخميس فقط، ويبدأ العمل من الفجر وحتى قبل الظهر يبدي يعزل السوق. سلاما على العراق، على رافديه، على رباه أصيل، سلاما على كل المعمورة، سلاما على متابعينا من كل مكان. نتمنى لكم إن شاء الله متابعة نافعة ومفيدة، وتعالوا يانا لتطلعون على بورصة الأسعار في العراق، بورصة أسعار المواشي في العراق. وشكرا لمصورنا حسن المفرجي، تحياتي. هني عجول أبو رسول الطائي، كفو منا ومن طي، عملة عليهم ستة، تن اثنين ضخمات ما شاء الله. ايش قد تقريبا وزن الواحد هذا؟ ايه الوزن يعبر 350 ما شاء الله، اوزان ثقيلة. عراقي هجين، ثلاثة بثمانية ونص العملة. يا ابو احمد هذا عجل الصالة ضخم ما شاء الله، جاي يوصل أربعة ونص. هذا كله سوق عجول الكسابة. شلون نعمل على ذن؟ هذه حشوة كراتية 1,150,000، حلوة كسابة هاي مو؟ صابة. لا مالاتكم ذن اثنين؟ اي. مالات حج يوسف. اي مال ابو جاسم، مالات من ذن؟ اه. شلونك حجينا؟ هلا. شلون الصحة؟ الحمد لله. هذا كله سوق الجمس. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير يا عيني، صباحك. صباح النور. عليكم السلام ورحمة الله، يا وجهك نور بالدنيا صباحك. عيني. هسه شقد هذن العملة عليهن؟ لأنه وصل 2,600. مصلات؟ 1,600,000. 1,600,000 اثنين هن؟ خير إن شاء الله. ذن الاثنين؟ كصابة، اثنين هن في حلة؟ فراتيات، ثلاثة وشقد؟ 3,700. ذن اثنين الزوج. وهذه التجامسة ب2,100. ما جد هاي فراتية هاي. إي. شقد سعرها؟ ب2,100 مباعة. نعم. هاي من جاب بيت راضة أصلها؟ أها. والله. شوف الذيلي قيش الضرع، شوف القرون استاذ ماجد. إي. هاي قالوا لها مشورة. مشورة؟ هيك جري. قول لي دواب بيت راضي مشهورات مو؟ مشهورات بكل العالم. كل العالم مو بس بالعراق؟ كل العالم وغاليات. يعني جمس اصيل يصرف بساع وحليب بيه واي خير. نعم 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 نعم. هيثم عيني. انت قلت لي حلال بيت راضي، طبعا حلال بيت راضي مشهورين بيت راضي. مشهور. اولا تحياتنا لهم. تحياتنا. واحنا نتمنى في يوم من الايام نسوي وياهم لقاء ونزورهم ان شاء الله. ان شاء الله. عن قريب باذن الله. الجمس مال بيت راضي. اي. بميزه من الميزات. اي بالله. اول شيء. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حليب بخير من الله. نعم. ويصرف بساع. أها. بساع تولد منه تأخذ الحول منه. ما شاء الله. وكله فراتي. فراتي كله فراتي. كله فراتي. بيقريح وبيفراتي. بيقريح. قريح يقولون هن قريحات. قريحات شنو جنوب يعني؟ لا هن نسلهن يعني قريحات يقولون. نعم إيه. وجواميس أصايل الماشي اللي هنا جمس بيت راضي. مشهور على مستوى ديالي. حلال محمد الراضي أبو مختدى الكعبي. والله تحياتي إله ولكل كعب.
الله على راسي لابو مقتدى على راسي. أيوه عيني حلو منا شقبان سلام إله. الله يسلمك يا سلام بالمباشر ان شاء الله. عيوني استاذ غالي عيني ربي يحفظك ان شاء الله. احنا مثل ما قلت لك في قريب عن احنا قريبا ان شاء الله جدا نصور ان شاء الله جمسهم اذا صارت عندهم موافقه بعون الله ان شاء الله. ممنون لك على راسي الله يحفظك. السوم 1 و800 حشوه هي هاي مو اي ايش قد دفعوا بيها؟ 350 1 و350 سمين هذا النثيين هن بحله؟ فحلوا نثيه يا هلا النثيه ذيك مو؟ هاي الصغيره؟ اي العمله عليها الاثنين هن؟ 1 و600 عمله خير ان شاء الله. العدل هذا العدل هذا هسه متابعينا دخلنا الى سوق الابقار الجني او ابقار الحليب. هذه الاجبه السبعه العمله عليها 300 وبيها مجال. هذه ايضا الجبه والعمله على الجبه هاي 2.25 العمله 2.25 جاي توصل 1650 موصله. هذه عشارة 8 أشهر شنو نوعيتها؟ نوعيتها هي شنو؟ فريزي. هذا فريزي هجين العملة 2600 العملة ايش وصلت؟ بعد خير ان شاء الله. 1 وش قد؟ 1600 دافعين بيه. هذه بكر وراها نفية اول بطن هاي سمنتال هذه بنتها هاي اللي وراها. هذا هوشهن هوشهن اي عيني العملة عليها 3600 موصلة 3 وبيها مجال. شلون تعامل عليها؟ 1 و400 هذه جنس خوش جنس حلوة خوش جنس. هي شنو وضعها؟ شار؟ مطفل مطفل وين وين؟ طلعناها مو هذا بنها هاي هاي دابة عيني ايش قد تعامل عليها؟ 3.5 وبيها مجال 3.5 وبيها بنات. هاي وراها فحل؟ وراها بكر جمة بكر زراعية من امها من امها وهي بكر اول بطن زين بشير اي انا عامل عليها 2.5 2.5 العملة اي مليونين 900 خير ان شاء الله. وعلمتها تلقيح من امها نعم خير ان شاء الله. يلا يلا بالشرايع اين ابو رسول؟ اين ابو محمد العفور حبيبي. اي هاي وراها نفيه؟ وراها الحلي البلاديه الحره. والله صدق حره وبلاديه شلون حره وشلون شكل حلو؟ اي العمله عمله بالثلاثه وربع ثلاثه بيها مجال هي اكيد بيها مجال
بعد احكي ابو عينب محمد ايه لا توصل 2600 2700 ولا 100 الله كريم هاي بلادي حره ورا حولي زراعيه نعم حولي تجمع ايه وضرعوا شطير نعم. على كل عين هذا بعد شيء المشتري شي يريد بعد عين. الله بقى. عيني عينب محمد هلا حبيبي تحيات الشعب كلها لك يا جيشنا الغالي حبيبي. عيني هلا 2 الا ربع 2 الا ربع ايه. شوم ورا هاي النفية؟ هي وراها. بعد هاي مشتكى. ها هذا هو. ما شاء الله مواصفات أبقار الحليب الزينة. درجة أولى شرط نعم. الحليب 20 كيلو. ما شاء الله. وراها هاي الحولية هاي بنتها. النظافة وشرط الأمان والنصافة زين هاي كل الشروط أنت تنطيها كل الشروط هذا الأمان ماله اي ما شاء الله ما شاء الله لا بتر فهمي أنا ما شاء الله ترفع اي هشوش هشة مو هشوش هشوش بشكل تعقلتي هاي يقول لك الفاطر العري الهشوش يا خليف لا تردها اي هشوش هشوش ما شاء الله ونظيف وأمان كافي 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 على كل عين ايه يلا يلا نجري العملة ابو حاضرين حج ايش قد العملة نعامل عليها 3700 وبيها مجال فيها مجال للشراء نعم اطلع هيك عنه اطلع اطلع قبا وخر وخر عنا وخر عنا وخر عنا وخر عنا اللهم صل على محمد وآل محمد ايه 10 رقم واحد ابو احمد واحد على واحد ايه جد حنينة على بنتها هو اقول لك ايه حنين اي والله إيه؟ حنينة ايه هاي الام بعد ها الام اقول الام شوف الام امك ثم امك ثم امك ثم اباك ايه هاشا نظيفة على كل عين نظيفة رقم واحد ابو احمد ايه عمي هو زين شي يضمه خير من الله ما شاء الله ايه عيني كامل مواصفات زين كامل كامل مكمل كامل مكمل هلا هلا بالذهب خير وبركة والله خير وبركة اي عسل يابا عسل والله ارش لك مجال بيها مجال أربعة وبيها مجال ها طبعا اكيد أربعة وبيها مجال وما سعر نهائي عملة ايه هذا سوق ال هذا سوق الجني 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 الفاخر ايه السلام عليكم مرحبا شلونك عيني الله يسلمك من يوم كان حضرتك من بدرة جوصان على راسي الله شلونها بدرة والله انه مطرته والله زينة نعمل مطرة زينة زينة والله الحمد لله الله يسلمك والله احنا لما رحمة الله الواسعة انت كل مرة تجي لا والله اول مره هاي اول مره جاي طيب سنتين ما طابها خير ان شاء الله الله يسلمك هلا بيك الله يسلمك عيني هذا سوق الاباكير هذا هاي القصه 1,425,000 زوجها بس بتصوت يا عم صوره هاي البكر ما شاء الله نقشه نقشه ايه استاذ هاي ايش جيب نقشه واحده شوف نقشه اي والله شوف شوف عريضه بالعرضين هذا عريضه بالعرض شنو ثلاث اشهر ان شاء الله يكمل اقول لك اوقف عريضه بالعرضين هذا قماش هذا القماش هو هذا بالعرضين نفسه جديده عريضه بالعرضين هاي شلون ما ادري والله شوف شوف هاي جاي تطلعونها مصطلحات انتم عريضه بالعرضين يعني حلال جنس جنس أيوة. عريضة بالعرضين ايه. عريضة بشنو؟ بالعرضين نفس القماش هذا نفس القماش ايه ثلاث اشهر ان شاء الله هذا يبيع اللي ياخذه ثلاث اشهر يبيع ان شاء الله شوف استاذ ماجد خير من الله اسعاره مناسبه شو شلون اسعار خلينا نعرف والله اسعار جايطون 1.5 الا 25 مليون 500 الا 25 1.5 حلال مناسب نعم نعم اي والله مناسب نعم خير من الله ثني 1,650 زوجين هذا كله سوق الأباكير السلام عليكم شوفكم عيني عباس هاي شو مصلحة حبيبي
850 مصورة مصلة العفو. هاي ايش قد مصلة؟ 3 3 وربع. 3 3 وربع مصلة 300 325. 6 مصلة هاي البكير 600,000. قد مصلة؟ 7 استاذ. عيني جميل. هاي البكير ايش قد قلت وصلت مالته؟ لا توصل 7. 7 اي عيون استاذ. شكلها حلو. شكلها حلو بزرة ومعلومة صارت 3 اشهر على علم. اها اي والله. ما محطوط فيها حبل، احنا حطينا فيها حبل. هذن المصلات 1,200,000 زوجين اباكير ناعمه. واحنا مصورين الخالص. وين بالخالص؟ القوتي. القوتي لا من القوتي وانا من هبهب. هبهب هبهب والقوتي. هلا بها القوتي وهالهبهب على راسي. 7.5 بيها مجر. ايش قد المصله؟ والله مصله من 6 وجوه. من 6 وجوه بدها توصلها. بس بكر خوش بكر تسوى. خوش بكر بزرة. نعم. هذا كله سوق اي بلادية حلوة. هذا كله سوق البكر. هذا رقم واحد ايه؟ والله دنعامل ب2,100. العملة 2,100. العملة ب2,100. ايه بس احنا ندق على مصلات 2 لرة. 2 إلا ربع مصلات 1,750. خوش بزرة حلوة. اي. وهاي القصة هاي مصلة جوا المليونين. عامل عليهم 1.5. 1.5 العملة. وسعرهن شو مصلات؟ 1.25 مصلات زوجهن. 2. وسامعين شلونك؟ على خالي. شو مصلات ذني مالاتك؟ هذني مصلات 1.25 الزوج. 1.25. 1,100 هيك. 1,100 هذني. خير إن شاء الله. صار ذني عامل 2,100 ذا. 2,100 العملة. ايش قد مصلات؟ 6.5. 1,650 مصلات. هذا كله سوق العجل، عجل التسمين. زوجهن واحد؟ 1,000,000 يوصل؟ الواحد يوصل 1,000,000. خير ان شاء الله. شلون الساعه تطلبهم؟ انا واحمد حبيبي. شلون الاسعار ذني؟ 1,200. زوجهن؟ واحد ذني شو 1,700. علي الصاد ماجد. هلا هلا. شلونك؟ هلا بعلاوي الذهب. سامي صديقي. سلم لي على الوالد. يوصل ان شاء الله يقوم بالسلامه. ان شاء الله. قل له منا احنا ندعي له بالخير ان شاء الله ويقوم بالسلامه صحه وعافيه لسامي العزاوي. الله يسلمك. تحياتنا له. شكبان سلام لاخونا سامي العزاوي الذهب. يوصل عيونك عمري. ليه وصلا ذني احمد؟ وين استاذ ماجد؟ عمري. كل عامل ب 800 يعطونا 4 4. جرار 800 عامل. عامل 2,800. نعم. و 2,400. 450. 2,450 جاي وصله. خير ان شاء الله. لا صورنا الرياض. ها؟ صورنا لا لا، اذني جاي وصلا مليونين. هذا جاي وصل 1,050,000. مدير المكتب شو يسوي جاي هنا؟ واحد سمنتال حلو. ايه اريده ب 600. 1,600 يريدونه. هاي عجل عجول تسمين. العمله عليها 2.5 لان الاثنين 2.25 مصلات. اخواننا من النهروان. هلا بيهم بهل النهروان. عيني على راسي. هذا كله سوق العجل. هاي عجول تسمين 2، العملة عليهن 2.5. 2,800؟ 2,800 العملة عليهن الزوج. ومصلات 2,350. هاي عجول تسمين. يابا وهذا ابو الفضل جاي اليوم من السوق مال دياله. هو من زهيرات انتم مو؟ اي زهيرات. شلونها بالرمان زهيرات؟ خبل. ها؟ خبل. والعنب هذا العنب ديس العنز يمكن مو؟ اي شو حمد الوادي؟ هذا ديس العنز. اي بعد برتقال. اي زين زين. مشهوره زهيرات. زين. العمله علي هذا 1,600.
موصل ايش قد؟ 31. هذا كله سوق عجل التسمين. بيش دني؟ 2300 1700 مواصلات زوجهم. عين ابو ياسر، قلت عندك لغز اليوم؟ اي سولف. شنو اللي ما تاخذ منه يكبر؟ اها هاي سهله. ها سهله سهله. اي هاي وحده ما تاخذ منه هو يكبر. يكبر اي اي هذا اول لغز. اول لغز. اللغز الاخر الوجه الخامه هو يحل لك اياه. اي يرحم. اي شنو اللي فمه اكبر من جسمه انت حلها. ها انا مرخصتك احكي فيها. اي هاي لغز هشوب لندن بال 64. اي والله. اي يقول اكبر ما فيه فمه. اي اكبر ما فيه فمه. فمه وابنه في وسطه يردمه. وابنه في وسطه يردمه. يصيح باعلى صوته. اي ولا يجد من يرحمه. يصيح باعلى صوته ولا يجد من يرحمه. اي سهل هاي. سهله. عندك حلها؟ عندي حلها. لا شلون ما عندي حلها؟ ما مع... والله ما معروضه علي. هاي اول مره اسمعها. لا انا اقول لك بلندن ب 64. بس انا هسه عرفتها. يمكن يمكن مو اقول. راح يونس يبيع هنا هاي الكرزات الحلوه. هاي شنو انت توزن بيه؟ حلاوه ما شنو هذا؟ حلاوه راشي مال الموصل. حلاوه راشي الموصل. جوز حبة ابيض. هاي شنو سجق هذا؟ سجق. سجق ما شقلاوه. سجق شقلاوه. هذا طبعا باشكال الطعوم بس هذا محشي بالجوز. نعم ومحشي بالجوز. هذا انواع التين طبعا. ها مال شمال؟ مال شمال. تين مال شمال. تين مال شمال مال عقرب. مال عقرب. مال عقرب. تحياتي منا العقرب. زبيب. هذا يقول له نوبه شمال الهواء ونوبه الهواء جنوبي ويندار ويا الهواء. كاكا يونس عيني شنو الامور الجايبها هنا؟ والله جبت بضاعه شماليه. كله شمالي؟ كله شمالي. انتاجنا الوطني. انتاجنا الوطني العراق الحبيب. الله. انتاجنا مال موصل ومال شمال. موصل وشمال. نعم. كل التوفيق ان شاء الله. هلا هلا استاذ ماجد. عمري على راسي. شلونك ياسين؟ هلا بياسين حبيبي. سلام خاص. ايه تسلم عليك ام عامر. والله كفو منك ومن ام عامر وتحياتنا منا لام عامر. توصلها وين ما كان شكبان سلام جارتنا العزيزة أم عامر. تذكر لك مواقف يعني كثيرة. والله يعني القاعدة صارت تقريبا يعني على رأسها أنت. الله يحفظك ويحفظها. تعزك هواي على رأسي. والله تزلي سلام خاص لك. والله الحقيقة إحنا همين أيضا نفس الشيء نفس المعزة أختنا العزيزة. الله يحفظها إن شاء الله. بارك الله فيك. جزاك الله الخير. على رأسي. الله يبارك فيك. ياسين. هلا بياسين. ها هذا كل شيء. شلون الاسعار؟ والله ما اعرف ما ادري براعي. والله جاي واقف. سعري شلونه؟ 15. اي هذا على 11 على 12 خير ان شاء الله. اي 7 كيلوات 6 كيلوات زين. 60 وفي مجال. 60 وفي مجال. والنثية على 25 20 في مجال. مال عرب. شلون 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 شنو هاي؟ ديوكا شلون اسعارهن؟ ام ابو احمد. ها وين ابو احمد؟ وياك ابو احمد. الزوج على 25.
السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك؟ نثايا هاي مو كلها نثايا؟ نثايا وكلها. فروج؟ فروج بيه ومايات. هاي شلون عمله عليه؟ عيونه الماية ب 25 والفروج ب 30. هذا دجاج العرب. هاي اشكال كل واحد بسعره. زوج 25. لا ما اطلع وجهه كبل بس الدجاجات. زوج 25 بس عم العمل ترى ما لي شيء. بالعكس احنا نحترم كل واحد يشتغل. هذا البش الزوج 15. عيني على راسي عين ابو علي. اي ابو علي سيد ماجد اليوم سؤال. ايه نبي الله ادريس عليه الصلاه والسلام وين ولد واين توفى؟ يعني الله سبحانه وتعالى وفاه صعدين لفوق السماء الرابعه. اين ولد واين صعد للسماء الرابعه؟ من يوم كان بالضبط. جيد. السؤال الثاني. السؤال الثاني نبي الله نوح عليه الصلاه والسلام. نعم. اين ولد؟ جيد. ممنون عيني سيد ماجد. ان شاء الله انا ممنون لك. على راسي. النور على ابو احمد. شلونك يا ذهب؟ على احوالي عمري. تحياتنا لك والمتابعين. يعزك الله يحفظك. عيني عيني سيد ابو احمد شلونك؟ يبارك بيك. الله يخليك. اليوم سؤال اليوم شنو؟ ما هي اكبر ثاني دوله اكبر بالعالم؟ ثاني اكبر دوله بالعالم. ثاني اكبر دوله بالعالم. والجواب ان شاء الله من متابعينا وعلى راسي انت وياهم. يسلمك الله ابو الله يحفظك. ممنون لك. على راسي. الثاني اكبر دوله بالعالم من حيث النفوس المساحه. لا من حيث المساحه ابو احمد. ها من حيث المساحه. ايه ثاني اكبر دوله بالعالم من حيث المساحه. صار واضح. صار واضح. مشاهدينا الاحبة كنتم في تغطية لسوق مواشي محافظة ديالى. اليوم كان الاثنين 14 من شهر نوفمبر تشرين الثاني 2022. هذا سوق محافظة ديالى. أيام العمل بيه الاثنين والخميس مثل ما قلنا لكم، ويبدي العمل من الفجر قبل الظهر ينتهي. ومكان السوق قرب مديرية مرور ديالى. إذا عجبكم المقطع اضغطوا لنا لايك، ما يعجبكم اضغطوا لنا ديسلايك. ونتمنى لكم متابعة نافعة ومفيدة ونودعكم برعاية الله وحفظه.